ايه بقى ليه بقى الطرحة ب 350؟ انا عايزة افهم يعني الطرحة دي مش للمسلمين، مش للمسلمات، ليه اسعار الكفرة دي بقى؟ كده ما بقاش في دين. دي اسعار كفرة، يعني انا مفروض شاريها كمسلمة محجبة، ليه ادفع بقى 350 جنيه في يا جماعة دي طرحة انتوا نسيتوها؟ ده الاوتفيت كله كان انا مقدره تغير الاوضاع ومقدره ان كله غل، لكن ليه بقى الطرحه يعني ايه بقى في الطرحه خلاهم شطحوا ل 350 جنيه؟ تمام.